معاشر المستمعين من المؤمنين والمؤمنات، هذا هو شرح هذا النداء العظيم. قال الشارح غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم ولسائر المؤمنين. ينادي الرب تبارك وتعالى عباده المؤمنين به وبلقائه وبرسوله وبوعده. ينادي الرب تبارك وتعالى عباده المؤمنين، المؤمنين بماذا؟ قال المؤمنين به عز وجل ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله سواه، وبلقائه والوقوف بين يديه للحساب ثم الجزاء، إما في الملكوت الأعلى أو في الملكوت الأسفل. بلقاء وبرسوله، من هو؟ هذا محمد الخاتم، هذا رسول الله إلى الناس أجمعين. وبوعده، وبوعده، هل لله من وعد؟ نعم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، ووعيده لأعدائه بالنار والعذاب الأليم. هؤلاء المؤمنون هم الذين يناديهم الله. من لم يكن من هؤلاء فلا نداء ولا يوجه إليه شيء، لأنه في حكم الموتى، في حكم الموتى. إنام من الحي من الناس؟ المؤمن الصادق الإيمان المتقي لمساقط الرحمن. من الميت؟ كل كافر ميت، ولا قيمة الحياة البهيمية القائمة على أساس الأكل والشرب والكفر. قال وبوعيده لأوليائه وهم أهل طاعته، وهم أهل طاعته الذين أهلهم لأن يطيعوه عز وجل، فأطاعوه فيما أمر فيما نهى. وبوعيده لأولي أعدائه وهم أهل الكفر به والفسق عن أمره. من أعداء الله يرحمكم الله؟ تعرفونهم؟ الكافرون به، الفاسقون عن أمره. ما معنى الفاسقين عن أمره؟ لا يمتثلون الأمر، قم ينام، تكلم يسكت، امشي يهرول، ما في طاعة. قال يناديهم بعنوان الإيمان. ناداهم بعنوان الإيمان أو ناداهم يا بني فلان وبني فلان؟ ناداهم بالإيمان، لأنه هو القوة الدافعة والطاقة الموجهة للعبد. صاحب الإيمان قادر على أن يصوم السنة كلها، على أن يقدم نفسه ضحية لله لكمال حياته. قال إلا المؤمن، نعم، بعنوان الإيمان لأنه يريد أن يكلفهم بما لا يقدر عليه إلا المؤمنون. سر النداء بالإيمان لأنهم لا يوجد من يقدر على هذا التكليف إلا هم، وذلك لكمال حياتهم وطاقة إيمان مدافع لهم حيث يشاء الله عز وجل. قال وذلك لكمال حياتهم بإيمانهم وولاية ربهم. المؤمنون المتقون هم أولياء الله، ومن كان الله وليه يهزم ينكسر يذل ويحطم؟ الجواب لا، لولاية الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال وذلك لكمال حياتهم بإيمانهم وولاية ربهم.
فما الذي كلفهم به هنا يا ترى؟ اسمع: يا أيها الذين آمنوا أجيبوا لبيك اللهم لبيك. قال: أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود. أوفينا ربنا والحمد لله على إنعامك لنا وعلى إقدارك لنا حتى وفينا بالعقود. هذا هو جوابنا وإلى لا؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. اسمع يا عبد الله واسمع يا عمة الله، إن العقود والعهود كثيرة، فأنت إذا عقدت عقد مع أحد يجب أن تفي بها، ولا يحل نقضها ولا إهمالها والبعد عنها. والعقود كثيرة، نبدأ بماذا؟ بالعقد الأول والذي هو بيننا وبينه تعالى. متى تم هذا العقد؟ هذا تم قبل أن توجد هذه العوالم كلها. مسح الله ظهر آدم واستخرج من صلبه ذريته وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فكل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قد أعطى لله عهدا وميثاقا بأن لا يعبده إلا هو، بأن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبده إلا من طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أول عقد من العقود، هذا تم بيننا وبين ربنا وفي عالم الذر. فلما أخرجنا إلى الحياة وأصبحنا مكلفين بالعقول والبلوغ، قلنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فيجب أن نعبد الله وحده ولا نشرك بعبادته غيره أبدا، ونعبده من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لا من طريق عيسى ولا موسى ولا إبراهيم. لأن العقد الذي تم ما نصه: أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف أنه لا يعبد إلا الله وأنا عابده، وأشهد أن محمد رسول الله، أي حتى نعبد الله من طريقه، من بياناته وتفصيلاته وشرائع التي استقاها من كتاب الله، فلا تصح عبادة أبدا من طريق غير محمد صلى الله عليه وسلم. الآن بعد أن بعثه، قبل أن ينبئه ويرسله، كان الناس يعبدون الله بما شرع لهم على أيدي أنبيائهم ورسلهم. كيف أنتم معاشر المؤمنين مع هذا العقد الجديد، وهو أقدم عقد؟ هيئ نفسك لأن تعبد الله عز وجل. ثانيا: ألا تلتفت بقلبك إلى أي كائن إلا لله. ما يرضى الله أن تمضي يمينا وشمالا بل إليه عز وجل. وهذا هو الإسلام، إسلام القلب والوجه لله. ثانيا: ألا نعبده إلا بما بين لنا رسوله وحدد لنا وشرع وقنن، إذ بعثوا لهذه المهمة. فمن أنكر رسالة الرسول والله ما استطاع أن يعبد الله ولا يتهيأ له ذلك أبدا، لا بد من رسول يبين لنا كيف نركع ونسجد، كيف نصوم وكيف نفطر. هذا العقد،
هل توفون به إلى ربكم يا عبادة؟ الجواب نعم نعم نعم، ولو نقتل ولو نصلب ولو نحرق لا نعبد إلا الله ولا نتخلى عن عبادة أبدا ما بقيت الحياة فينا، ونعبد لا بأهوائنا ومقالات شيوخنا بل نعبد بما بين رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فما الذي كلفهم به يا ترى؟ والجواب أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد، الجواب أنه كلفهم بأمر عظيم. ما هو؟ ألا ألو انتبهوا، أمر عظيم. ما هو؟ وهو الوفاء بالعقود والعهود. ما في فرق بين العقد والعهد. قال وأول الوفاء بالعهود التي بينهم وبينه سبحانه وتعالى، إذ قال تعالى من سورة النحل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال من هذه السورة المائدة أيضا واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهذا الذي قلناه، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يجب أن يفي لله بعهده، فليعبد الله ولا يعبد معه غيره. فذمة الله تعالى هي الإيمان به والإسلام والإحسان، وميثاقه تعالى الذي أخذه علينا هو أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. فكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قطع لله تعالى على نفسه عهدا وميثاقا بأن يعبد الله تعالى وحده بما جاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الشرائع والأحكام. وهكذا كل من نذر لله نذرا فقد قطع على نفسه عهدا، فليفي به إن كان صياما صام وإن كان قياما قام وإن كان رباطا رابط وإن كان صدقة صدق وإن عجز كفر إيمان. أقول من نذر لله نذرا قال لك علي أن أصوم الاثنين الخميس، أو قال لله علي أن أتصدق اليوم بألف، أو قال لله علي أن لا أفارق بيته ما حييت، ذي عهود ولا لا؟ النذر عهد. فعلى عبد الله الناذر أن يفي. لما؟ لأن الله فرض هذا الوفاء، فقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود والعقود. فمن نذر أن يصوم شهرا صام، من نذر أن يخرج من ماله يتفرد، من نذر أن يمشي إلى مكة حافيا على رجليه يجب أن يفي. ثم إن حصل العجز الكامل ما استطاع تململ ما قدر من باب الرحمة الإلهية بعباده المؤمنين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن من عجز عن النذر يكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين إن وجد، أو صيام 3 أيام إن لم يجد، ويخرج من تلك العقدة أو العهدة التي عقدها وعاجز عن الوفاء بها. وقال وهكذا كل من نذر لله نذرا فقد قطع على نفسه عهدا، فليوفي به إن كان صياما صام وإن كان قياما قام وإن كان رباطا في سبيل الله رابط وإن كان صدقة صدق وإن عجز كفارة يمين، واستغفر الله وتاب إليه
وتاب إليه. وهنا بالمناسبة، هل تعرفون أن عوام المسلمين من النساء والرجال ينظرون لغير الله؟ تسمعون بهذا ولا لا؟ البلاد التي فيها قباب وأضرحة وتوابيت وسدن لها، هؤلاء يوجد بينهم الآلاف من ينذرون لغير الله. هل يجوز النذر لغير الله؟ النذر عبادة ولا لا؟ قال تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، يوفون بالنذر. فالنذر لغير الله شرك والعياذ بالله في عبادة الله. كيف ينذرون؟ بعضهم ينذر نذرا لطيفا، يقول يا سيدي فلان، يا سيدي عبد القادر، يا عبد الرحمن، يا مولاي فلان، إذا كان الله نجح ابنتي في عملها أصوم شهرا. هنا خلط بين اثنين، أو تقول المرأة يا ربي، يا سيدي فلان، إذا رجع ولدي من البلاد التي سافر إليها أذبح شهرا لسيدي عبد القادر. هذا النذر إن شئتم تهولون قضية فقولوا هذا كفر بالله وإعراض عن الله وعدم إيمان برسول الله. فالله عز وجل شرع ألوان النذور وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله قد استفقنا بعد تلك الغفلة الطويلة أو النوم، فقل من ينذر لغير الله. والنذر سواء تقول يا سيدي فلان إذا كان كذا حصل كذا، أو تقول إذا كان الله فعل بي كذا أفعل لك كذا، كلا اللونين محرم ورد لشرع الله وكفر به. قال وإن عجز كفر كفارة يمين واستغفر الله وتاب إليه. ومثل عهود الله تعالى في وجوب الوفاء بها عهود الناس فيما بينهم، إذ الكل أمر تعالى بالوفاء به، لا سيما العهود الموثقة بالأيمان وما كان متعلقا بحقوق الناس كحقوق النكاح. في عقد النكاح ولا لا؟ هل يجوز لك أن تعقد الليلة على سلمى وغدا تطلقها تلعب بالعقل؟ تعطيها عهد وميثاق على أن تعيش معها وأنت تريد أن تقضي معها أسبوعا واحدا وتمزق عهدها وتنقض عقدها؟ لا يحل أبدا. أين الوفاء؟ فمن أراد أن يتزوج فليتزوج لله، إما لأن ينجب عبادا يعبدون الله، أو إما لأجل أن يحصن نفسه حتى لا يقع في معصية الله. ومن هنا إذا عقد العقد بينه وبين المرأة يجب الوفاء به منهما معا الزوج كالزوجة، ولا ينحل هذا ولا يمزق إلا للضرورة الداعية إلى ذلك. أما فقط رغبة في الهوى والشهوة وتعقد وتنقض، والله ما يجوز، حرام هذا، وصاحبه خالف ما جاء به الشارع. نعم، أنت لما تعقد العقد على المرأة على أساس أن تعيش معها تعبد الله وإياها بهذه النية، إما لتنجب أولادا يعبدون الله تريد أن تخلد ذكرات، وإما لتحصن نفسك أو تحصن هي أيضا، أو من أجل أن تريها لا مأوى لها وتطعمها وتسقيها شكرا لله على نعمة الإنعام.
فإذا عقدت فلا نقض إلا لرفع الضرر. إذا خفت أنك ما تستطيع أن تعبد الله معه أو يخافت أيضا ما تستطيع أن تعيش معك، خافت على نفسك وعلى نفسك، في هذه الحال يأتي الطلاق، تأتي باثنين من الصالحين وتقول أشهدهما أني طلقت فلانا، وانتظرها في بيتها حتى تطهر ثلاثة حيض أو أطهار، فإذا طهرت أم فلانة مع السلامة وابعث بها إلى أهلها. هذا هو النكاح والطلاق. أما ما عليه عامة الناس فليس من الطلاق الشرعي في شيء، هذه إملاءات تمليها الشياطين فجأة إنك طالق بالثلاث، طالق 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 طالق، عبث وله وباطل في دين الله. عقد عقدته بإذن الله بسم الله تحل بهذه الصورة. أعود فأقول عباد الله، إماء الله، يجب الوفاء بالعقود. هاه تعالى ينادينا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وفوا بالعقود، جمعوا عقد. بدأنا بالعقد بيننا وبينه هو، فقلنا لا نعبد إلا الله، وهذا عقد ثاني بيننا وبين النساء، عقد النكاح، عقدة بموجبها استحللت فرجا كان محرما عليك ولو أتيته تقتل، وأصبح حلالا تتناوله متى شئت. بأي سبب؟ بهذا العقد الإلهي. فيجب على المتزوج أن يفي لامرأته، فلا يطالب بحل العقد، لا يطلق، وهي لا تطالب بالطلاق أبدا، اللهم إلا في حال العجز. حتى في النذوء إذا عجز يكفر كفارة يمين، في النكاح إذا عجز يشهد عليها اثنين وتبقى في عهدتها إلى أن تنقضي العدة ومع السلامة. أما بالطلاق وأتي طالق وعلي الطلاق وطلقتك، هذا كله هو ينطق به الشيطان على ألسنة الغافلين. إذا قولوا لي كيف يطلق المؤمن؟ المؤمن ينظر إلى تلك المؤمنة ويحاول إصلاحها وهدايتها وتربيتها، وهي تنظر إليه بتلك العين يوما بعد يوم، عام بعد عام، فإذا رأى أن بقاء هذه المؤمنة فيه أذى عليها، ما نرضى لأن تعيش شقية، أو هي ترى الزوج أيضا إذا بقيت معه ما يسعد ولا يكمل، إذن هذا العجز ماذا نصنع؟ الطلاق. كيف يطلق؟ كيف يطلق؟ يأتي باثنين من الصالحين، تعال فلان وفلان تشهدان لنا على قضية، فيجلسون في الغرفة في الحجرة عند الباب، يا أم فلان لقد طلقتك، واشهد يا فلان وفلان، وتبقى في بيتها حتى تنقضي عدتها بثلاثة أقراء، شيئا كنا أو طغرا، إن كانت لا تحيض ثلاثة أشهر، إن كانت حبلى عندما تضع ولدها. هذا الوفاء بالعقود. هذا العقد الثاني. قال ومثل عهود الله تعالى في وجوب الوفاء بها عهود الناس فيما بينهم، إذ الكل أمر تعالى بالوفاء به، لا سيما العهود الموثقة بالأيمان،
وما كان متعلقا بحقوق الناس كحقوق النكاح والبيع والشراء والإيجار وكالأمانات مطلقة، فمن اؤتمن أمانة وجب عليه أداؤها وحرم عليه إضاعتها أو خيانتها لأمر الله تعالى بذلك، كما في قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إذن بعتك الدار قبلت ورضيت أنت تقول وانفرضتم، هل يجوز أن ترجع بعد ساعة تقول لا من فضلك أنا بطلت؟ بعتك السيارة ب10,000، انتبهتم؟ أخذت السيارة وأخذت 10,000 ثم رجعت من الغد رد إلي سيارتي وأخذ فلوسك، يجوز هذا؟ خلف للوعد وخونا له ونكسل ما يصحب. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا بعته كل ما تملك وقال قبلت ورضيت وأخذت الثمن، يجوز أن تنقض هذا بعد يوم أو أسبوع وتأتي برجال قبيلتك وتعود في بيعك؟ لا يجوز هذا. لما؟ لأننا أولياء الله المؤمنون دين المتقون له، وقد فرض علينا وأوجب الوفاء بالعقود. في أي آية هذا؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. عقد الإيجار، استأجرت بغلة منه أو سيارة أو دارة وتم العقد وأخذت مقابل الإيجار، هل يجوز أن تنقض هذا؟ ترجع إليه قل رد علي وإذا نفعل نفعل؟ لا يصح أبدا، لأننا مأمورون بالوفاء بالعقود. وإن نقض العقود الكفار والفجار فأهل الإيمان والتقوى ليس هذا من شأنهم أبدا، لو يخرج من دار كاملة ما يتردد. وما نشاهد فمن ضعف فهو للجهل وعدم العلم والمعرفة. قال الشارح ولنذكر أيها القارئ في هذا الأمر الإلهي بالوفاء بالعقود، نذكر فيه ما قاله الحسن البصري، هذا من سادات التابعين، أمه خيرة. هذا التابع يقول يعني عقود الدين وهي ما عقده المرء على نفسه. الحسن البصري يقول في تفسير هذه الآية، يقول رحمه الله الله تعالى يعني عقود الدين. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عقود ماذا؟ أولا عقود الدين، وهي ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإيجار وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير. إذن هذا القول أوفوا بالعقود شمل كافة العقود، النكاح البيع الاستجار الكراء الطلاق النكاح المصالحة، تصالح اثنان على شيء وأصبح عقدا هذا بينهم، يرجع بعد يوم أو يومين ينقض؟ لا يصح، ما وفى بعقده. قال فقد شمل هذا القول الإلهي شمل سائر أنواع العقود والعهود. يا مؤمن يا مؤمنة، يجب الوفاء بالعقود والعهود، ولا يحل لمن أن ينقض عقده أو يتمرد ويهرب
فلا يفي به، لأننا المؤمنون أولياء الله. أما الكفار ممكن أموات غير أحياء. قال ألا فلنذكر هذا ولا ننسى، لا نذكر الآن وننساه غدا، فلنذكر هذا ولا ننسى. وأما قوله تعالى في هذا النداء أحلت لكم بهيمة الأنعام، النداء اشتمل أولا على الوفاء بالعقود، واشتمل ثانيا على ماذا؟ على بيان حلية لحوم الأنعام التي خلقها الله لنا. فإنه تذكير، فقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام، من أحلها؟ هو. أحلت لكم بهيمة الأنعام فإنه تذكير بالنعمة من أجل أن تشكر ولا تكفر. أحلت لكم بهيمة الأنعام، من أحلها؟ الله. لماذا يقول هذا إلينا؟ من أجل أن نذكره ونشكره. أرأيتم لو حرم الله علينا لحوم البهائم؟ ما نعرف اللحم أبدا ولا نأكله، كما حرم علينا لحوم الخنازير ولحوم البشر. هل آدم يأكل لحم أخيه؟ فلما أحل لنا لحوم بهيمة الأنعام ذكرنا بذلك لنقول الحمد لله والشكر لله. قال فإنه تذكير بالنعمة لتشكر ولا تكفر. والمراد من بهيمة الأنعام هي الأزواج الثمانية. الأزواج الثمانية من هم؟ الإبل والبقر والغنم والماعز. ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. البعير، الجمل زوج وإلى لا، والناقة زوج، الثور من البقر زوج، والبقرة زوج. إذن ثمانية أزواج هي الإبل والبقر والغنم، والغنم فيها ضان وماعز، وكل وذلك ذكر وأنثى، فهي ثمانية أزواج. قال والكل ذكر وأنثى. نعم أعيد العبارة، قال وهي الأزواج الثمانية. ما هي الأزواج الثمانية؟ الإبل والبقر والغنم، والغنم ضان ومعز، والكل ذكر وأنثى. إذن أصبحت ثمانية أزواج. وقوله تعالى إلا ما يتلى عليكم، أي تحريمه منها، وهو الميت والمنخنقة. أعيد إلى النداء، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فرغنا من هذه. أحلت لكم بهيمة الأنعام، فرغنا من هذه. امتن علينا بحليتها لنشكره ونذكره. ثم قال إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما يقرأ عليكم عما قريب مما حرم الله من بهيمة الأنعام. إذ جاء بعد آيات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوضة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذا مستثنى وإلا لا؟ قال أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها، لا يوجد بعضها ما هو حلال. ما هو الذي بينه في نفس هذه الآيات؟ المنخنقة والموقوضة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع كلها، وكذلك ما ذبح لغير الله. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير
ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. ما معنى إلا ما ذكيتم؟ أدرك الحياة فيها مستقرة وذبحها. ما معنى النطيحة؟ نطحها كبش فوقعت على الأرض ميتة منطوحة وإلينا فاعلة بمعنى مفعولة. وما معنى الموقودة؟ أي ضربها بحجر وقذها بحجر طاحت على الأرض تصرخ. إن أدركها حية ذبحها وأكلها. تركها حتى خرجت روحها لا تحل. والمتردية ما هي؟ هذه كانت في الجبل رمت نفسها أو كانت طالعة مع الجبل وعزيزة انقلبت وتردت إلى الأرض. أدركها صاحبها حية الروح كاملة فيها يذكيها ويأكلها. فارقت الحياة لا تحل. والنطيحة عرفتموها؟ من ينطحها؟ أخوها أو أختها برأسه يقتلها. المنخنقة هذه مربوطة في حبل حاولت تتخلص منه انخنقت أو دخلت بين شجرتين انخنقت. هذه المخنوقة المنخنقة. وما أهل به لغير الله هذا كان يقول هذا كبشك يا سيدي عبد القادر لا يحل أكله أبدا. أو يقول هذا باسمك يا رسول الله والله ما يؤكل. لا يؤكل بإذن الله إلا ما أذن الله في أكله. ما لم يأذن فهو حرام لأن المال ماله وإلا لا. فإن أذن لك في شيء تضرر لم يأذن لا يحل لك. فما أهل أي رفع الصوت بالإهلال لأن العرب من عادة إذا شاهدوا الهلال طلع يرفعون أصواتهم الهلال الهلال فأصبح كل من يرفع صوته كأنه يهل. هذه شات بعبد القادر توكل. هذه شاتك يا سيدي مبروك توكل. هذه شاتك يا رسول الله يا أبا فاطمة توكل. هذه والله ما توكل. لما يا شيخ تحلف؟ أنا لأن الذي وهبنا هذه الشاة وأذن لنا في أكلها حرم علينا إذا كانت لغيره أو كانت ميتة. هو الذي منع. فقوله إلا ما ذكيتم أي أدركتم فيه الروح فذبحتموه. وما ذبح على النصب وهو ما ذبح لغير الله تعالى كالذبح للأصنام والأضرحة والقبور أو الجان. تعرفون الذبح للجان أيضا؟ لما يصاب المرء بجن خبيث وإلا عفريت وإلا يأتي إلى الشيخ يلقيه يقول له ولدك هذا ضربه ابن الأحمر. والجن هذا أولاد الأحمر جنون لا يطاقون. هذا ضربه ابن الأحمر. وكيف ما في إلا أن تبحث عن ديك نوار الفول عرفتم أي ريشه أزرق وأبيض وأسود كنوار شجرة الفول حتى يترك ويعيش أسبوع يبحث ما أحد. مات الولد قلت لك أنا أنت ما فعل. يذبح تيس أسود. وتعرفون يذبح تيس أسود خوف من الجن. وقصت قصة شاهدتها في ديار النبوة في دار الرسول. ولا عجب. عجب ما في عجب. الجهل
يقع معه وفي ظلام كل باطل. بنى أحد الإخوان منزلا بجوارنا باب باب، يبني 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 العمال، لما يكمل البناء جئت وجدت كبشا ظننت طورا ظلام البيت مع المساء، تعجبت هذا. قلت له ما هذا؟ قال هذا المعلم ومعلمه في جدة أرائد. قال لنا إذا تم البناء اذبحوا هذا الكبش للجن حتى ما يؤذوا الساكنين. اتبعتم؟ فذبح الكبش على العتبة، وبعضهم يلطخ أعتاب الباب كامل قدام إرضاء للجن حتى ما يؤذيهم، وبعد ذلك يوزعون اللحم. فقلت له هذا لا يحل أكله أبدا، ذبح لغير الله، هذا كالجيفة. وما أطاع لأن يقول هذا ملك الوهابي وإلا كذا. ووزع اللحم ووجدته في بيتنا فأخرجته له، قلت له خذ نجاسا هذا ما يؤكل. هذا في مدينة الرسول، فكيف بمدائن أخرى ما عرفت رسول الله؟ ماذا يكون؟ اسمعوا، وما أهل به لغير الله، ما يريد الله أن يسمع صوت كائن من الكائنات مع صوته، إنا لله فقط. أما هذا لك ولله هذا لا يجوز، هذا هو الشرك بعينه. أنت تخاف من الجن، لما ما تخاف الله رب الجن؟ تطرح بين يديه تبكي طول ليلك وتبكي في الدموع، لا لا، ويخاف من الجن، وزادهم ذلك الخوف وخوفا والعياذ بالله. ولا لوم، لأنهم ما عرفوا، هل جلسوا هذا المجلس كما جلستم؟ هل درسوا هذه الآية كما درستموها؟ والله ما كان. كيف يتعلمون؟ فقط ادخل في الإسلام علمت كل شيء؟ مستحيل. ولهذا فرض الله طلب العلم فرضا، إذ قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. احفظوا هذه الحكمة، ما هي؟ لا يحل لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه بالمنع أو الجواز. أما أن يعمل شيء وهو لا يدري أفيه إذا الله سخطه، هذا بالنسبة إلى المؤمنين لا يوجد عندهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قبل أن تعقد، قبل أن تقول، قبل أن تأكل، قبل أن تلبس، اسأل أهل القرآن أيجوز هذا؟ فإن قالوا نعم جاز افعل، قالوا ممنوع حرام حرام. ولا تزال تسأل وتعلم ما يمضي عليك سنة وأنت عالم بمحاب الله ومكاره. وقوله تعالى في هذا النداء غير محل الصيد وأنتم حرم، ماذا تفهمون من هذه الجملة؟ غير محل الصيد وأنتم محرمون وأنتم حرم. هذا مما استثنى الله تعالى، أنه لم يأذن للمحرم إذا قال لبيك اللهم لبيك عمرة لا رياء فيها ولا سمعة أو حجة، من ثم تلبس بهذه العبادة. لو مرت غزالة بين يديه لا يمسها، لو نام في الطريق وجاءت غزالة ونامت عنده وتوسدته لا يمسها، لا يحل له أبدا أن يحل الصيد وهو محرم. كانت تمر بين أيديهم الغزلان والأرانب
وهكذا تتساقط عليهم أيام شرع هذا الله عز وجل امتحان لهم، فما كانوا ينالونها بسوء. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا، يا الذين آمنوا حرم عليكم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. والشاهد عندنا غير محل الصيد لا تحلوا الصيد وأنتم محرمون، فالذي يصيد وهو محرم يأكل كالذي يأكل الخنزير أو لحم الكلب أو لحم الحرام، لا يحل. وإن قلت الآن ما في صيد، أنت أذكر أن المسافرين من المدينة للعمرة يحتاجون 10 أيام وهم على إبلهم أو على أرجلهم حتى يصلوا إلى مكة. أما الذي يأتي من الشام والعراق يحتاج إلى 2-3 أشهر، وهو يمشي في الصحراء يعرض له غزال أرنب وهو محتاج، ماذا يصنع؟ فمن هنا امتحنهم ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم، ونجحوا. يذكرون رضوان الله عليهم كان الغزال يأتي بين أرجلنا ونجحوا في الامتحان. أما الآن نحن نطير كالملائكة، وإلا لا، من دمشق إلى المدينة طائر، كيف نصيد؟ ولكن في الإمكان أن أهل المملكة من ينبع من المدينة من كذا يمشون على البر ويجدون أيضا غزال أو أرنب، فيبقى الحكم. وسيأتي يوم تنتهي بهذه الطاقة الكهربائية ونعود كما بدأنا، نركب الخيول ونقاتل عليها والله العظيم، وإلا الطاقة ما تنتهي. قالوا في طريقها إلى نهايتها. قال وقوله تعالى في هذا النداء غير محل الصيد وأنتم حرم، هو إضافة إلى تحريم ما حرم على عباده المؤمنين من اللحوم الفاسدة المخبثة للنفس الملوثة لها، إذ حرم على المحرم بحج أو عمرة أن يصيد لما في الصيد من اللهو والغفلة عن ترك ذكر الله. هذه علة الصيد، لما حرم الصيد على المحرم؟ لأنه في عبادة متلبس بها، فإذا خرج منها يصيد معناه يلهو ويلعب. الذي يقول الله أكبر يصلي، يضحك، يقول يا فلان أغلق الباب، يتكلم، لأنه متلبس بالعبادة. فالذي تلبس بعبادة العمرة والحج كالمصلي، لا يقول ولا يفعل إلا ما أذن له الشرع، فكل ما من شري له ولعب وغفلة ممنوع. قال وعليه فلا يحل للمحرم أن يصيد ولا أن يأكل ما صاده وهو محرم أو صاده له غيره بأمره له أو برضاه. لا يحل للمحرم أن يصيد، ولا يحل له أن يقول فلان فلان عليك بالأرنب فيصيدها له، لا تحل له. أو ما أذن ولكن راضي، عرف فلان يصيد ورضي بذلك وسكت، فإذا جاءه بالأرنب لا يحل له أكلها. قال وما صيد له ومحرم أيضا كسائر المحرمات، المحرمات الأكل بما أنزل الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور. كل ذي ناب من السباع حرام، أبدد الذيب وأبدد الفهد وأبدد النمل وأبدد كل ذات الناب، والقط، القط له ناب وإلا، وذي المخلب من السباع كالغربان أو أنواع من السباع
من الطيور لها مخالب، فذو المخلب لا يصح أكله لأنه يعيش على الجيفة المنتنة. وقوله تعالى في هذا النداء العظيم إن الله يحكم ما يريد، أي يبيح ويمنع، يحل ويحرم، يبيح ما يريد إباحته، يمنع ما يريد منعه، ويحل ما يريد حليته، ويحرم ما يريد تحريمه، وكل ذلك تابع لعلمه وحكمته ورحمته وقدرته. فلذا الحلال ما أحل الله ورسوله، والحرام ما حرم الله ورسوله. فلنذكر هذا أيها القارئ، أو فلتذكر هذا أيها القارئ المستمع، حتى نقدر على طاعة الله ورسوله بالوفاء بالعقود، ومنها أن نشكر الله تعالى على نعمه، ولا نحرم ما أحل الله لعباده، ولا نحل ما حرم الله عليهم، ونفوض ذلك إلى الله الذي يحكم ما يريد لعلمه وإحاطته بكل شيء وحكمته في كل ما يشرع ويقنن. فلا نعمة، هذا التعقيب على هذه الآية، والله يحكم. فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه، لا تتدخل أبدا في شؤونك هذه، أترك للعليم الحكيم. فقط بلغك أن الصيد حرام حرام، بلغك أن ذا ناب من سباع حرام قل حرام ولا تأكل، واعلم أن الله الذي حرم وأحل ذو علم وحكمة لا يخلو من تشريع، ما تجد تشريعا يقوم به المؤمنون بلا علة ولا حكمة، وذلك لكونه تعالى العليم الحكيم. اللهم ارزقنا العلم والعمل به. الدرس غدا إن شاء الله أعطاكم الجماعة راحة، أما أنا ماني مستريح، فبعد غد إن شاء الله الدرس، الدرس بعد المغرب كالعادة. زكاة الفطر، زكاة الفطر وجبت بغروب الشمس الآن وجبت، ويجوز إخراجها كما سمعتم من أئمة المسجد قبل العيد بيوم ويومين. وزكاة الفطر ما هي؟ فرضها رسول الله وقننا، صاع، والصاع أربع حفنات بحفنة الرجل الفحل، لا طويل المشعان ولا الأقزم مثلي، أربع حفنات هذه الفطرة. ضع أمامك البر، خذ أربع حفنات هذه فطرة. ضع أمامك الأرز وخذ أربع حفنات هذه فطرة، لا بالكيلو ولا بالجرام ولا تكلف نفسك، دين الله يسر. صاع من ثمر، صاع من شعير، صاع من بر، صاع من عوز، من لبن، من إقط لبن جاف، والصاع أربع حفنات، ما حفنات الطفل الصغير، لا بد من شخص متوسط أربع حفنات. وقد علمتم أنها تخرج الليلة وقبل صلاة العيد، ومن أخرها إلى ما بعد صلاة العيد تقبل على أنها صدقة تصدق بها، لا على أنها زكاة الفطر. قالوا الزيادة، الرسول يقول إلا أن يشاء ربها، وجب عليه بعير عطى خمسة، من يرده؟ عرفتم هذه؟ نعم. قال أخرجها يوم 27 إلى 3 أيام، من حقه ما يزيد على يومين، الذي مضى فات المستقبل لا يفعل. أنا الأسئلة ممنوعة تبعت ولا لا؟ قالوا تحدث تشويش، فهمتم؟ أنا قلت لكم ما سمعتموه من الزكاة، يوم يومين قبل العيد لا بأس، خراجها بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات، وفاته أجر الزكاة. وصلى الله على نبينا محمد.